الحرب المستمرة على غزة لم تلقي بثقلها على غزة فحسب، إنما الأضرار تتقاسمها المنطقة، خصوصاً دول الجوار كمصر، الأردن ولبنان. فإلى جانب الأضرار الاقتصادية، السياسية والأمنية، انعكست الحرب تدنياً في الأرقام المتوقعة على السياحة. مصر على سبيل المثال لن تتمكن من تسجيل الهدف المرجو، أي استقطاب 18 مليون سائح لعام 2024، إذ كانت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 27.4%، أي ما يعادل 14.91 مليون سائح، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخ السياحة المصرية. وقد ارتفعت النسبة خلال أول 40 يوم من العام الحالي بنحو 7%، إلا أن هذا الارتفاع لن يوصل مصر إلى 18 مليون. بالانتقال إلى الأردن، فبعد ارتفاع نسبة إلغاء الحجوزات متجاوزة 60% بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تداركت المملكة الأمر، وأعلنت وزارة السياحة والأثار عن خطة لتطوير قطاع السياحة لعام 2024 بموجب مشروع قانون الموازنة العامة. وتوقعت الوزارة أن يصل عدد السياح خلال عام 2024 إلى 5.3 مليون سائح عبر تنفيذ أنشطة تسويقية وترويجية للأسواق المستهدفة وتسويق السياحة بكافة أنماطها. في لبنان، من المتوقع بحسب مدير المطار فادي الحسن أن يصل عدد السياح إلى حوالي 7 ملايين خلال عام 2024. أما نسبة الإشغال في فنادق بيروت فسجلت نسبة 10% فقط مقابل 5% خارج بيروت، وفي عطلة نهاية الأسبوع وبهدف التزلج فترتفع نسبة الإشغال في الفنادق المحيطة إلى ما بين 80 إلى 90%، وأغلبيتهم لبنانيون مقيمون وليسوا سياحاً. بينما العام الماضي أي 2023 بلغت نسبة الإشغال في بيروت ما بين 50 و60%، وخارج بيروت ما بين 40 و50%. هذه الأرقام تؤكد وفق الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أنه ما من سياح في لبنان خوفاً من الحرب.